شوقي، عايز بيانات كامله عن المدارس اللي هي للسقوط في المنطقه بتاعتنا عشان نبعتها لهيئه الابنيه التعليميه عشان السنه الجايه ان شاء الله. امرك يا فندم. ادخل. في ايه يا عبد الراضي؟ في طالب من مدرسه العبور الثانويه طالب يقلب سعادتك. طب خليه يدخل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا ابني الامر المستعجل اللي انت عايزني فيه؟ ايه الاوراق دي؟ دي ايميلات يا فندم، عايز حضرتك تقراها الاول. يا ابني قول لي فيها ايه الايميلات دي عشان انا ما عنديش وقت اقرا، مش فاضي. الناظر بتاع مدرستنا بعت ايميلات غرام لام. طب اتفضل يا ابني اقعد اقعد اقعد. طب اتفضل انت يا شاوي دلوقتي، اتفضل. حاضر يا فندم. احكي لي بقى الموضوع بقى من الاول خالص. بس أرجو من حضرتك إن محدش يعرف اسمي غير طبعا حضرة الناظر. قول يا حبيبي أنا سامعك، ما تخافش، قول كل حاجة عندك، قول. وعبد الرحمن هيبقى موجود؟ والله يا ريت عشان نخلص من الموضوع ده. يعني خالها ده أقنعه؟ صدقني ما أعرفش يا فؤاد، بس اللي أنا فهمته من رحمة إن راجل اتكلم معاه. بس أنت عارف عبد الرحمن وعقليته. وعرفان. ماله عرفان؟ هيبقى موجود؟ طبعا لا. لسه ما غيرش رايه. حتى لو غير رايه ما ينفعش يجي قبل ما امهد لرحمه ان الضابط اللي كان بيحقق معاها وماسك ملفها الفتره دي كلها يبقى اخويا. ده حدوته تانيه خالص. عموما اول زياره هيكون فيها رباب وريم ومريم مرات عادل. وعرفان مش هيبعت مراته؟ مش ضروري العيله كلها دلوقتي. دلوقتي خلاص يا فندم، ممكن اعرف بخصوص ايه؟ طيب يا فندم، مسافة السكة ان شاء الله. السلام عليكم. خير يا سيدي، كان عاوزك في ايه وكل الوزارة؟ معرفش، بس صوته مش عاجبني. يمكن نصح اقدم فيك شكوى جديدة. ما هو مؤذي وما بيهمهوش. جايز. عموما هروح له دلوقتي واعرف كل حاجه. طمني طمني اول ما تطلع من عنده. وكيل الوزاره هيكون عاوز الاستاذ ياسين في ايه ومستعجل قوي كده؟ يا خبر بفلوس. اكيد هديله مكافاه كبيره على المجهود الكبير اللي عمله في المدرسه. مكافاه؟ اه مكافاه. ليه؟ انت فاكر الوزاره بتاكل بالاورطه دي ولا ايه؟ اورطه ايه يا استاذ نصحي؟ طارق عنده حق، وجايز قوي يكونوا عاوزين يرقوه كمان. يرقوه؟ انت هتجننوني النهارده ولا ايه؟ ما هو لسه مترقي السنه اللي فاتت. الا اذا كانت بقى امن الدوله تدخلت في الموضوع ده زي كل بره. ما تقولوا لي يا جماعه لو امن الدوله دي قويه بالشكل ده اروح اشتغل هناك عسكري. طب والله تليق عليك يا استاذ نصحي. تضحكوا؟ بقول لك ايه، بطل خفه اقلب عليكم. انت عارف قلبتي. انت زعلت ولا ايه؟ انا بهزر معاك. هزر معايا؟ انت بتعرف تتكلم جد لما تهزر؟ خلاص بقى يا استاذ نصحي، عندنا الحكايه دي. وهتكون مقدم شكوى في حضره النظر يا استاذ نصحي. ردك ايه على الايميلات اللي في ايدك يا استاذ ياسين؟ مش برضو دي مبعوثه من البريد الالكتروني بتاعك؟ ايوه يا فندم، ده الايميل بتاعي. كان نفسي يكون الولد بيتبلى عليك، لكن يا خساره. بس سعادتك الموضوع مش زي ما هو باين كده. باين ايه ومش باين ايه يا استاذ ياسين؟ جوابات حب وغرام وغزل واشعار، ده ما يعملهاش طالب مراهق يا استاذ. من فضلك يا فندم، قبل اي تجريح ارجوك تسمح لي، انا لم اتجاوز وكلامي. لم تتجاوز ايه يا حضره الناظر؟ ازاي تسمح لنفسك وانت مربي فاضل وصاحب رساله ساميه تجاه الاجيال انك تبعت ايميلات بالشكل ده لام طالب عندك؟ ممكن تقول لي بقى الطالب ده يحترمك ازاي ويبص لك كقدوه ازاي؟ ممكن سعادتك تقول لي ازاي هتوجهه بالصح والغلط؟ يا فندم الطالب ده له ظروف خاصه. ظروف خاصه يعني ايه؟
مريض مثلا؟ مجنون؟ مش ده حضرة الناظر الطالب ده عندك رئيس اتحاد الطلبة في المدرسة؟ ايوه يا فندم. يعني طالب شاطر وناجح وصاحب شعبية، ايه بقى الظروف اللي عنده؟ لو حضرتك يا فندم تديني فرصة انا هشرح لسعادتك كل حاجة. الكلام ده بقى تقوله في لجنة التحقيق. لجنة التحقيق؟ امال انت فاكر ايه؟ طبعا لجنة التحقيق هي فوضى. بس يا فندم ده موضوع خاص. ده موضوع عام ويخص كرامة المعلم وقدسية المهنة يا حضرة الناظر، عشان كده انت هيتعمل معاك تحقيق، ولغاية ده ما يتم ويتم تبليغ بيه معالي الوزير انت موقوف عن العمل، واللي هيحل مكانك وكيل المدرسة. شغوده ازاي الامور وصلت لحد كده؟ الواد ده اتجنن يعرض امه للاشاعات والغمز واللمز. هو متاكد اني مش هجيب سيرتها والموضوع هيبان كاني بتحرش بيها. وما شرحتش ليه لوكيل الوزاره ان انتوا هتتجوزوا وان الايميل بتاعك او بتاعها ده شيء يخصكوا انتوا؟ كانش ينفع. انا كل اللي زعلان عليه هو الفضيحه. فضيحه ايه بس يا ياسين؟ هي هتبقى فضيحه، بلاش نضحك على روحنا. اتفضل يا استاذ نصحي. خير يا حضرة ناظر؟ كلموني في الإدارة التعليمية دلوقتي إن أنا همسك ناظر مكانك لفترة. الكلام ده مظبوط يا أستاذ نصحي. أيوة بس محدش قال لي إيه السبب. أصل اتحولت التحقيق. تحقيق؟ يا ساتر يا رب، ليه كده؟ حصل إيه؟ مفيش حاجة يا أستاذ نصحي، يعني حاجة إدارية كده وهتخلص على خير إن شاء الله. إن شاء الله كل حاجة تخلص على خير يا أستاذ فؤاد. ولعلمك يا أستاذ ياسين، لو احتجت أي حاجة في الوزارة أنا ليا حبايبي هناك ممكن يخدموك. مشكور يا أستاذ نصحي. أهم حاجة تاخد بالك من المدرسة. يخلي باله من إيه؟ ده كلها أسبوع وترجع بالسلامة إن شاء الله. المدرسة في عينيا، أحطت إيدك ويمكن الحاجة تزيد كمان إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسئلة دلال، خلي حضرة الناظر يروح يستريح. وزي المدرسة هتمشي من غير حضرتك؟ مين نصح ده اللي يبقى ناظر؟ وبعدين يا دلال كلها أسبوع وهيرجع، ما تكبريش الموضوع. السلام عليكم.
شاء الله يرجع المدرسة تاني بألف سلامة. تزعليش يا دلال، احنا كلنا زعلانين زيك بالظبط، بس مش هنسكت. لو وصلت اننا رحنا الوزارة ودفعنا عنه كمان. ده طيب قوي يا طارق. أكيد عمل كارثة. اشمعنى يعني؟ ما هو قال لك انه موضوع اداري بسيط. يا ابني افهم بقى، افهم يا حبيبي، لو موضوع اداري بسيط كان قالهولي انا. صح يا استاذ نصحي. وبعدين لما هو موضوع اداري بسيط، ليه وكيل وزارة بعت له باقصى سرعة علشان يتحقق معاه ويوقفه عن العمل ويبعته للشؤون القانونية؟ طب ما تعرف لنا ايه الموضوع؟ مش مستنيك. انا بكرة الصبح هعرف كل حاجة. وبكرة ليه؟ كمان ساعتين بس. على الله أخوه بتاع أمن الدولة ما يخشش في الموضوع ولا يدخل علينا بكرة الصبح. وكأنك يا أبو زيد ما غزيت يا حضرة الوكيل. اسمع حضرة الناظر يا عم العين والقلب، ولا أنت مستكتر عليا بقى ناظر؟